السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدوية. النهاردة الحلقة هنشرح فيها الفينتاج كتيرة احنا بنعوز نفهمها، وفي نفس الوقت في سيرفرات كتيرة بتفتح بتعمل لنا الفينتاج كده بتبقى جديدة علينا، وساعات بنخشها ونحس ان احنا مش فاهمين اي حاجة خالص. فالنهاردة ان شاء الله هنشرح معنا كام ايفنت من الايفنتات المهمة اللي احنا دايما بنعزه. يلا بينا. خلينا نشرح اول ايفنت، ده من الايفنتات المهمة جدا في انك بتجيب كوينات، وفي نفس الوقت بتقدر تجيب يعني الهونور بوينت. الهونور بوينت ديت اللي بتديك الخواتم اللي بتبقى جنب اسمك، والخواتم دي مهمة جدا جدا عشان تبقى قوي في لعبة سيلك رود اصلا. فلما السيرفر اللي انت تخشه بيكون فيه سيرفايفل بتعوز دايما ما تفوتهاش وتخشها دايما، وتحاول على قد ما تقدر تموت اكونتات، لان كل اكونت بيديك واحد بوينت زي ما انتم شايفين. طبعا انا في السيرفايفر هنا مش بحاول العب، انا بس بصور. بس انا عايز اشرح لك ان انت بتخش السيرفايفر من اجل ان انت عايز تموت اكونتات كتير، عشان كل اكونت بيديك بوينت، وفي نفس الوقت بيديك كوين ايا كان الكوين اسمه في اللعبة. فانت بتحاول تخش تلعب، بيبقى في الغالب السيرفايفر ده بيبقى كل 12 ساعة. طبعا لو انت وراك شغل بتشوف انهي وقت مناسب لك، تمام. ده بالنسبة للسيرفايفر. في طبعا زي ما انتم شايفين الايفنت اللي بعده اسمه كاتاكليزم. ده ايفنت جديد، وصراحة انا ما كنتش اعرف عنه حاجة، اول مرة العبه. هو النظام بتاعه زي ما انتم شايفين ان انت بتخش على حاجة زي الفورتريس كده، بيبقى فيه طورين، طور في الناحية اللي دي ده الطور بتاعنا، وفي طور في الناحية التانية. الطور اللي في الناحية التانية ده بيطلب منك ان انت تروح تدمره، واول ما بتدمره بتكسب. الايفنت اللي بعده هو فكرة مشابهة ليه بس في مكان اضيق شوية، وده ديفند ذا تاور. ده اسمه اصلا معروف بس للناس اللي ما تعرفش، هو بينزل فريقين تمام جوه مربع كده، الفريق بيطلع من الغرفة بتاعته، مطلوب منه انه يروح يدمر الهرم اللي قبله، الهرم اللي هو بتاع الفريق الخصم، ولما بتدمره بيديك سلكات. فأي سيرفر لازم لو انت هتخش لقيت الحاجات دي موجود في السيرفر لازم تتارجت عليها. الحاجات دي بتجيب لك سلك، بتجيب لك كوين، بتجيب لك لو فيها كويستات، فانت لازم تكون متابع جدا مع الحاجات دي عشان تبقى قوي، تمام. في طبعا الحاجة اللي هي اللي بعدها، ودي برضو ارينا جديدة اول ما اشوفها صراحة، اسمها باتل اوف فيست. ودي زي ما انتم شايفين كده طبعا فيديو، ده بيبقى ثلاث ماتشات بينزل الفريق يموت في وحوش، والوحوش دي بتديله سكور، الموبس يعني بتديله سكور، كل ما بيضرب في سكور بيزود السكور بتاعه، وبتتعمل على ثلاث مرات، وبيبقى موجود فرق كتيرة جدا، هي ممتعة جدا الصراحة. وبتقدر بتخش قصاد الفرق، فريق ازرق، فريق احمر، فريق اي كان اللون، سواء اسود، كل فريق بيجمع النقط سواء من البلايرز اللعيبة او من الموبس اللي انت بتضرب فيهم. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. تمام. بيجي بعد كده معانا برضو ايفنت المادنس. المادنس ده في كذا لعبة بيتغير من لعبة للتانية، بس في الارجح بتبقى في اللعبة دي بيبقى المادنس يونيك بينزل، بيبقى موجود 3 4 فرق. ال 3 4 فرق الموجودين دول 4 فرق
أربع فرق بتخش على بعض وكل واحد بيضرب الموبس الموجودة بياخد الزرك، وبعد ما بياخد الزرك بينزل يونيك عليهم، والفريق اللي بيقدر يقتل اليونيك هو ده اللي بيكسب الايفنت. والايفنت بيبقى يونيك بيديك امورتال وأسطرة، بيديك سلك، وبيديك حاجات كتيرة جدا، فبيبقى ايفنت جميل وممتع جدا. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp. نيجي بقى للإيفنت اللي هو الأقوى والأحسن والأمتع لو موجود في اللعبة ما تسيبوش خالص، وهو الإيفنت اللي اسمه ستيريا كلاش. أولا الإيفنت ده بيبقى متعته في إن اللعبة كلها لو قررت تدخل الإيفنت ده هيزبط على اللعبة كلها، مش هيستثني حد. يعني بمعنى إن لو اللعبة في 1000 لاعب موجود عمل ريجستر في قلب الايفنت ده، هو هياخد الالف لاعب كلهم، مش هيقول لا 500 قصاد 500 بالعدد كده ويخليهم يلعبوا قصاد بعض. وفكرته ان انت بتنزل في مكان عامل زي الفورجيتن وورلد كده، وبينزل في المكان ده صناديق، الصندوق اللي بتضربه بيديك بوينت معينه او سكور معين، وبتقدر من خلاله تزود في السكور بتاعك، واللي الفريق اللي بيبقى سكور اكتر بيديك المكسب، لان السكور بيبقى رقم ضخم مش زي اللي احنا متعودين عليه. يعني في الارينا فلاج والارينا العاديه بيبقى السكور مثلا 500 400، ولو رقم كبير قوي بيبقى 1000 1100، انما هنا في الستيريا كلاش انت ممكن توصل لحد 10,000 في السكور، فالارقام دي بتبقى كبيرة، لان الصندوق الواحد بيديك 1500 او بيديك 800، وبينزل مثلا في الستيريا كلاش كلها بتاع مثلا صندوقين في كل ناحية، فبينزل مثلا بتاع من مثلا 20 ل 5، ما عدتهمش، بس ينزل 2 قصادهم 2 قصادهم 2، بعد كده 2 4 6، وبعد كده ينزل تموتهم، ينزل تاني 2 4 6، تمام. كل صندوق التيم بيموته بيديله مثلا 800 في السكور او 1000 في السكور حتى، زائد ان انت لما بتموت واحد من البلاير بيديك سكور برضه، فانت مطالب ان انت تخش الايفنتات ديت مادام هتلعب البرايفت سيرفر، لان انت عشان تبقى قوي لازم تكون بتتابع دايما الايفنتات ديت. وطبعا لو انت في شغل وتقول مثلا مش هتقدر، يبقى انت مثلا تحدد لنفسك ان انت لما تيجي تخش الايفنتات ديت على الاقل خش الاهم منهم، لان في مثلا التاور ديفنت بيديك 100 سلك لو فريقك كسب، الباتل اوف فيد برضه بيديك 100 سلك، في ايفنتات كتير بتدي سلكات، وطبعا انت بتبقى اللعبه عايز تجمع فيها سلك، فالسلك دايما بيبقى مهم ان انت تقوي ايميلك وتخليه يبقى الاقوى والافضل. وطول ما انت الاقوى والافضل هتفضل دايما في التوب، وطول ما انت في التوب جلدك كتير هتكلمك عشان تلعب، فهي دي الطريقه الافضل لو انت داخل سيرفر من البرايفت سيرفر. اتمنى ان الفيديو ده يكون فادك، شكرا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه عشان تشوف كل جديد. شكرا، سلام عليكم.